أهلا وسهلا فيكم. معنا ضيف، هذا الضيف هو كريم أبو الرب. كريم هو طفل عمره 6 سنوات، زيه زي أي طفل، كل طفل آخر بتساءل عن بيشوف أشخاص ذوي إعاقة أو بيشوف تنمر قدامه بين الأطفال بين بعض. هذا الإشي أزعجه كتير وصار عنده كتير تساؤلات، والإجابة كانت على هاي التساؤلات من قبل الأهل إنه ساعدوه بإنه عملنا فيديو، وهذا الفيديو كان بجاوب تساؤلات كريم وأطفال كتير من عمره. خلينا نتعرف على كريم ونشوف الفيديو اللي هو بشخصية كريم أبو الرب. مرحبا كريم. مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا كريم، إحنا اليوم مستضيفينك لأنك عملت فكرة كتير حلوة. أنت شفت في المدرسة أنه الأشخاص ذوي الإعاقة أو في حتى طلاب بتعرضوا من طلاب تانين أنه بيضايقوهم، بولينج، صح؟ وكان عندك فكرة، هو فيديو تعريفي عن هذا الموضوع. خلينا نشوف شو كان مشروع كريم، شو حب يوصل من خلاله، كيف هيك أفكار من طفل صغير مرات إحنا ككبار ما بنقدر نطبقها ونغير من الواقع. خلينا نشوف مع بعض. Hello, my name is Kareem Abu Rob. I'm from Jordan and I'm a KG2 student. My video is about an important issue. It is the disability discrimination. It's not a choice. Anyone can be affected by it. There are many types of disabilities people suffer from, physical, learning and mental. Okay, you have 5 minutes to answer this question. percent of the world suffers from a disability, meaning 1 out of every 5 people is disabled. Now I play with you. Don't do this. Don't laugh. Come play with us. But at the end, it doesn't matter what one can do or can't do because of disability. They are all the same on the inside. Look, I'll show you how clumsy he is. Yes, yes, show me. Hey, can't you hear me? Ha ha ha. This is inappropriate. He's our friend. Don't worry, my friends. Let's go see the clinic doctor. Disability is a symbol of strength and willpower.
is your class? K-1. We can help the disabled, be supported instead of isolated. At the end, we all have to know that disability is not a choice, but discrimination is. طيب كريم، كتير حلو، انت انهيت الفيديو بجملة كتير حلوة، احكي لنا اياها بالعربي، اخر جملة حكيتها. يعني انه هم ما اختاروا يكونوا disabled. تقدر تعلي صوتك شوي. برافو. هم ما اختاروا يكونوا انه disabled، بس احنا بنقدر نساعدهم، بس وما بنقدر نساعدهم، بس الخيار الاحسن انه نساعدهم. صح صح، هم ما اختاروا انه يكون في عندهم اعاقه او عندهم مشكله، بس احنا اختيارنا انه ما نهمشهم او نساعدهم يكونوا جزء من المجتمع، وكل واحد مختلف بطريقته. صح كريم؟ طب احكي لي ايش كان يزعجك؟ يعني شفنا كمان في اولاد بفكروا حالهم قوايا وبقعدوا للأسف يتمسخروا على الطلاب تانيين، صح؟ كنت تشوف هيك بالصف؟ إيش كنت تحس لما تشوف ولد تاني عم بيستقوي على حاله أقوى منه؟ أني كنت أزعل على هذا الولد اللي ما بقدر يعمل، بصير التاني بصير يضايقه. كنت تروح تحكي مع التاني اللي تعرض لهاي الإساءة أو الضايق أو كان زعلان، شو كنت تروح تحكي له؟ أنا بحكي له انه تعال خلص ما ترد على هذا الولد. كنت تحكي له خلص انا صاحبك وانت عندك اصحاب واحنا بنحبك. طيب هلا مثلا لو انت بالمدرسه، هلا انت بديت صف اول، مزبوط كريم؟ لو شفت قدامك ناس عم بيضايقوا واحد ثاني بالصف، مثلا عم بيعملوا تنمر بالصف، ايش ممكن تقول للي عم بيعمل تنمر؟ بحكي له خلص ليش بتضايقوا هذا هو؟ برافو. بهذا الولد هذا مش إشي حلو عشان تضايقه. صح. عشان تضلك تضايقه لهذا الولد، لازم تساعده مش تضايقه. لازم تساعده مش تضايقه، برافو عليك كريم، كثير حلو. ما أسكت. طيب. ما كنت تخاف من مثلا هدول اللي بيعملوا حالهم إنه هم أقوى ناس بالصف، ما كنت تخاف منه، صح؟ كنت تروح تحكي له لا ما تعمل هيك. طب وفي ناس كانوا يسمعوا لك يحكوا آه كريم معك حق؟ ولا كانوا كلهم لا أنا حر بدي أعمل اللي بدي إياه؟ أني بقى في ناس بردوا علي. في ناس ردوا عليك، تمام. طيب وكمان إيش حابب، إيش بتحب تقول لكل الأولاد والبنات اللي عم بيسمعونا، اللي قدك واللي بالمدرسة، شو بتحب تقولهم؟ بحكي لهم إنه disability is not a choice but discrimination is، يعني هم ما اختاروا يكونوا disabled، بس إحنا بنقدر نساعدهم وما بنقدر نساعدهم. الخيار الأحسن إنه نساعدهم. الخيار الأحسن نساعدهم، برافو عليك. بتحب تعمل فيديو تاني؟ شو هاج عبالك تعمل إشي تاني بعد هذا الفيديو؟ أعمل عن إشي تاني. عن إشي تاني. حلو كريم، إنه إحنا لما نشوف مشكلة ما نسكت عنها، صح؟ إحنا دورنا لما نشوف مشكلة نحاول نلاقي حل. حسيت حالك إنه بهذا الفيديو ممكن أنت عم بتقدم رسالة لكل الأشخاص إنه يتطلعوا على الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص الضعاف بطريقة تانية، ما نتشاطر على بعض، صح؟ آه. برافو. إحنا بنآمن برسالة كريم. كريم صف أول، وفي كتير يمكن أشخاص أكبر منه لكن ما عندهم الإيمان إنه إحنا لازم نكون الفرق اللي بدنا نشوفه بهذا العالم. بنحيي أهلك كريم، وبنحكي للبابا شكراً إنه موجود معك، وللماما طبعاً، للمدرسة إنهم ساعدوك بهذا الفيديو، وأيضاً اللي عمل الفيديو عمره 18 سنة. يعني كمان حبوا إنهم يساعدوه، وكل واحد يأمن بموهبته، بهيك الموهبة اللي ربنا أعطانا إياها بكل المجالات والاختلاف كمان. كل واحد مختلف بطريقته. كريم كنت مبسوط وأنت عم تعمل بتسجل صوتك بالفيديو؟ إيش أكتر إشي حبيته؟ أنه كنت عم بحكي هذا الشيء للناس.
انه بتوصل الرساله للناس. انه الناس راح يشوفوه ويتعلموا. طيب حلو، اوكي. بكره عندك مدرسه؟ اهلا وسهلا فيك كريم، ومبسوطين كثير انك انت ولد هالقد ذكي وشاطر وعم تحاول تساعد غيرك. شكرا.